هنا في منطقة الداخلية. المعلومات تشير إلى درجات الكاف أحسنها لأن أغلب القيادات الإبداعية تمثل هنا. الآن في منطقة الداخلية، منطقة صعبة، منطقة سكنية، أغلب السكان تم تأشيرهم من قبل الجامعة. على ظهري شلدهم خانة وفساح، هم الجانة وبغير يعيشون، الب معود أكله وغانة ولسان، ومن شبعة وقبل كسرة والمعون، شلون أتحمل لا، شلون أتحمل لا، وأهل الباطل عالى، وأهل الباطل عالى بيت بيت وياخذوا معالجة وتفاعل، معدنا بحالي اللي تقول تعبان وظل واقف على طولي ولا ميل، ان شاء الله اليوم باشر عندك بالجبل لو مشته عراق، لان لو بيت عندك دمك يسيل، كلها تهز وتطيح، كلها تهز وتطيح، وانا ما تهزها، وانا ما تهزها. نعم لقينا افغان، لقينا اشخاص سوريين، تركي سوري، كاتب وشم على بطان سوري، وبعد تمام هواي افغانيين يكونوا معنا، خاصة القناصين السوريين. بالتلوجة السياسية العربية ما زال هناك سيارات تفصل. انا من مشينا العهد تلتني مينا، ولو طالبني الموت تهدل ومشينا، تغير بشرياني وجرب ونخاني وعلى باطل عيني ما غمضت لي انا. المنطقه الاماميه واحنا بخير والحمد لله. بالشده انا زلمه وما اطخ الراس، وقت الطق قصيرا للتفق نيشان، تعلمت الوفاء والغيره من عباس، طبعي المراجل مو كلام انسان، بس بوقت الضيج، بس بوقت الضيج الزلمه الزين يبين، الزلمه الزين يبين، علمتوني المنايا اصعد وماها، واتلقى المنايا ما افخ راسي، انا اهل الكرامه وبيرق النوماس، شرط فوق النجم لو ردت بساسي، لون يهمني الموت، شلون يهمني الموت، وانا اتنخى بحياته، وانا اتنخى بحياته. مشينا لعدلت المينا، ولو طالبني الموت تهدل ومشينا، الغيرة بشرياني وجرب ونخاني، وعلى باطل عيني ما غمضت لينا. هتني وزامط بزاد لخو خيته، على الشدات هده موت، انخل قريب بساعة الضيج، انخلي عن الكرام جده، ومن صياح يقوم، من صياح يقوم، حتى الموت يطفي، حتى الموت يطفي، اذا صارت رعيدة وخسفت القاع تهم، يعني العراق ضاعت بدناب، من تسمع فحد لا سامح الله، يا ستار تلقى الكون مقلوب، ومن تقضي الطلقات ولو تقضي الطلقات تبقى الغيرة تهلهل، تبقى الغيرة تهلهل.
قلب الكسرة والمعون شلون اتحمل له شلون اتحمل له واهل الباطل عالى واهل الباطل عالى ما عدنا بحالي النقول تعبان وظل واقف على طولي ولا ميل عندك بالجبل لو مشته عراق لأن لو بيد عندك دمك يسيل كلها تهز وتطيح كلها تهز وتطيح وانا ما تهزها وانا ما تهزها بكير منطقة البكير من رجال الكرم والله هذا فالشرف النصر وان شاء الله ان شاء الله مستعدين للجهاد وان شاء الله العراق وين يرجون لنا حاضرين كل وقت ان شاء الله كانت التغطيه اليوم يوم ان شاء الله كانت انا ابن مشيده العهد تلتني ميله ولو طالبني الموت تهدل وامشي له الغيره بشرياني وجرب ونخاني وعلى باطل عيني ما غمضت لي بالشدة نزلمة وما أطخ الرأس وقت الطق قصيرا للتفق نيشان تعلمت الوفا والغيرة من عباس طبع بي المراجل مو كلام إنسان بس بوقت الضيج بس بوقت الضيج الزلمة الثاني بي السلمة الثاني بي وكذلك علمتوني المناية أصحاب الأرهابية.